نعمتان عظيمتان لا أستطيع شكرهما مهما فعلت ومهما قلت. من بهما علي إمام زماني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إنه ولي النعم. هكذا نخاطبه في الزيارة التي وردتنا من ناحيته المقدسة، الزيارة التي تعرف بزيارة الندبة أو بزيارة آل ياسين الثانية أو بزيارة آل ياسين غير المشهورة. فما شيء منا سادتي آل محمد سيدي بقية الله، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إنهم أولياء النعم كما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. كما قلت قبل قليل، نعمتان عظيمتان من بهما علي إمام زماني. الأولى ولايتي لمحمد وآل محمد عموما وللحجة بن الحسن خصوصا. هذه النعمة الأولى. والنعمة الثانية أن وفقني أن أعرف ضلال المنهج الذي كنت عليه، وقد عرفت ذلك منذ أيام شبابي، منذ أن كنت في العشرين من عمري. كنت أخذ ديني من منهج حوزة النجف. وفقني إمام زماني، وما التوفيق إلا منه، أن أعرف ضلال هذا المنهج. إنني كنت أخذ ديني من الخوئي ومحمد باقر الصدر والوائلي وأضرابهم، من هؤلاء كنت أخذ ديني، وثبت عندي بالدليل القطعي وقد عرضته عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والدقائق مئات ومئات من الساعات، كلها متوفرة على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. كنت أخذ ديني من هؤلاء، وثبت عندي بالدليل القطعي
من أن دينهم لا علاقة له بإمام زماننا، لا من قريب ولا من بعيد، لا شأن لي بهم. أكان ذلك عن شبهة عندهم، عن جهل بسيط، عن جهل مركب، عن سوء نية، عن حسن نية؟ هل عندهم من عذر في ذلك؟ ليس عندهم من عذر في ذلك؟ هل يعفو عنهم إمام زمانهم؟ فلطالما يعفو إمام زماننا، يعفو المولى عن عبيده وهو عنهم غير راض. لا شأن لي بكل ذلك. هل هم من أهل الجنان؟ هل هم من أهل النيران؟ هل هم من أصحاب الشفاعة، ممن يشفعون في الناس أو ممن يشفع فيهم؟ لا شأن لي بهم. تلك مشكلتهم. أتحدث عن مشكلتي. مشكلتي كنت أخذ ديني من هؤلاء، ولكن بتوفيق من إمام زماني ثبت عندي بالدليل القطعي من أن دين هؤلاء، أتحدث عن دين حوزة النجف، عن دين حوزة الطوسي. لا أريد أن أفرض ذلك عليكم، إنني أتحدث عن نعم إمام زماني علي، أتحدث بنعمة الحجة ابن الحسن علي في يوم نعمتهم الأعظم في عيد غديرهم. أمرنا أن نحدث بنعمهم، أمرنا أن نذكر فضلهم وآلاءهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهاتان نعمتان لا أستطيع أن أؤدي شكرهما، لا بفعل ولا بقول ولا حتى بصمت. نعمة ولايتهم ونعمة معرفة ضلال المنهج الذي كنت عليه، وأجدادي وآبائي مضوا عليه، لكنني كفرت بمنهج هؤلاء الذين أشرت إليهم، وتبرأت من دينهم، تبرأت من منهجهم، تبرأت من عقائدهم الضالة البعيدة عن محمد وآل محمد. عقائدهم هكذا وصفها أئمتنا بأنها عقائد ملعونة، ملعونة، والله هكذا جاء وصفها في كلماتهم، عقائد ملعونة. لهذا تبرأت من عقائدهم. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، إنما هي نعم من نعم الحجة ابن الحسن، أردت أن أشير إليها. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى برامجي المفصلة، إما أن تشاهدوها عبر هذه الشاشة، وإما أن تعودوا إلى الإنترنت، فكل التفاصيل وكل الوثائق وكل الحقائق والدقائق ستجدونها بين أيديكم.